ويسأل عادي. حتى عايز نعيد له أعيد له أي حاجة تاني، أوكي ما عنديش أي مانع، أنا أعيد له مرة واتنين مفيش أي مانع خالص. تمام. أول حاجة في هندسة الطرق لازم نعرف إن إحنا عندنا نوعين من التصميم، يعني زي ما إحنا عندنا أول ما بنيجي عند حتة أرض فاضية عايزين نعمل لها عايزين نعمل فيها برج أو عايزين نعمل فيها أي حاجة، يبقى عندنا تصميم معماري وتصميم إنشائي. تصميم معماري اللي هو يقسم لنا الأرض ويقول لنا مثلا هنا هنا غرفة، هنا حمام، هنا كذا، وأبعاد الحاجات دي إيه. والتصميم الإنشائي اللي يشوف أبعاد العمدان هتبقى كام في كام، السقف هيبقى تسليحه قد إيه والكلام ده. إحنا برضو عندنا في هندسة الطرق نوعين من التصميم، في جيومتريك ديزاين وفي استراكشر ديزاين. جيومتريك ديزاين اللي هو التصميم الهندسي، والاستراكشر ديزاين اللي هو التصميم الإنشائي. طيب الجيومتريك ديزاين بيهتم بإيه؟ اول حاجه بيهتم بيها الجيومتريك ديزاين الاكس سيكشن اليمنت اللي هي العناصر المكونه للقطاع بتاع الطريق. الطريق ده هيتكون من ايه؟ هيبقى فيه كام حاره؟ هيتكون من شولدر ولا هيتكون من سايد ووك؟ يعني ايه المكونات بتاعه القطاع بتاعي وابعادها قد ايه؟ الحاره هتبقى كام؟ عرضها كام؟ الشولدر ده هيبقى كام؟ الميديان اللي هي الجزيره اللي في النص هتبقى ابعادها كام؟ ده اللي بيتاه كله هناخده بالتفصيل واحنا معانا برضو في السكشن الارض. طيب تاني حاجه بيهتم بيها الجيومتريك ديزاين السايد ديستانس اللي هي مسافات الرؤيه، المسافات اللي بتخلي السائق وهو على الطريق يكون الطريق واضح قدامه. يعني مثلا لو ظهر قدامه عائق فجاه يبقى في قدامه مساحه كافيه ان هو ياخد فرامل ما يخبطش في الحاجه دي، او لو هو عايز يعدي عربيه يبقى قدامه مساحه كافيه ان هو يقدر يعدي العربيه دي. بعد كده الهوريزونتال الاينمنت اللي هو التوقيع الافقي، التوقيع الافقي للطريق، والفيرتيكال الاينمنت اللي هو التوقيع الرأسي للطريق. يعني احنا عندنا الطريق في الطبيعة بيبقى 3D، احنا مشكلتنا واحنا بندرس الحاجة 2D مش 3D، فعشان كده ظهر عندنا هوريزونتال الاينمنت وفيرتيكال الاينمنت. تمام. بعد كده الانترسكشنز اللي هي التقاطعات والتداخلات في الطرق، يعني لما طريق يتقاطع مع طريق او طريقين يتداخلوا مع بعض. بعد كده الباركينج فاسيلتيز اللي هي التسهيلات للركن او تسهيلات التخزين للعربيات. دي الحاجات اللي بيهتم بيها الجيومتريك ديزاين او التصميم الهندسي. يبقى قلنا اول حاجه المكونات بتاعه الطريق، الطريق ده هيتكون من ايه، ابعاده ايه، ابعاد المكونات اللي انا هستخدمها دي كام. بعد كده السايد ديستانس اللي هي المسافات الرؤيه. بعد كده الهوريزونتال الاينمنت اللي هو التوقيع الافقي للطريق، والفيرتيكال الاينمنت اللي هو التوقيع الرأسي. بعد كده التقاطعات وتداخلات الطرق. دي الحاجات اللي بيهتم بيها التصميم الهندسي، ودي الحاجات اللي احنا هنبدأ بيها المنهج ان شاء الله. هنبتدي بالتصميم الهندسي للطريق، بعد كده هنخش على الاستراكشرال ديزاين اللي هو التصميم الانشائي للطريق. طيب احنا بعد ما عرفنا المكونات بتاعة الطريق، وبعد ما عرفنا خلاص الحارة ديت هتبقى ابعادها كام والكلام ده كله، طيب بعد كده بقى عايزين نشوف الاسفلت اللي احنا هنعمله ده او ماده الرصف اللي احنا هنعملها. يبقى اول حاجه البيمنت تايبس، هندرس انواع الرصف، انواع الرصيف اللي احنا هنستخدمه سواء فليكسيبل او ريجيد. ايه انواع الفليكسيبل، ايه انواع الريجيد، طب ايه ميزه الفليكسيبل وايه ميزه الريجيد، وانهي افضل، طب ايه العيوب ما بين الاثنين. ده كله ان شاء الله هندرسه معانا بعد ما نخلص الجيومتريك ديزاين. بعد كده الماتيريال كاركترستيك اللي هي الخواص بتاعه المواد اللي انا هستخدمها دي. بعد كده اللودنج سيستم، نظام التحميل، التحميل بيبقى ازاي. بعد كده البيفمنت ديزاين اللي هو التصميم الرصيف نفسه. احنا خلاص هنستخدم مثلا فليكسيبل، طب هنستخدم فليكسيبل ده بأبعاد كام، سمكه كام. يعني احنا بنهتم بس يعني بالسمك بالنسبة لنا. تمام. بعد كده البرفورمانس اند سيرفيسابيلتي اللي هي المخدومية بتاعة الطريق ده على مدى عمره الافتراضي، السيرفيسابيلتي بتاعته، المخدومية بتاعته. تمام يا باشمهندسين، ده أول حاجة لازم نكون عارفينها عن هندسة الطرق. تمام يا باشمهندسين. تمام ولا في حاجة؟ تمام يا باشمهندس، بس هو الصوت بيقطع ساعات كده.
طب في حاجة ما سمعتهاش طيب؟ لا مش كتير يعني، ما جاش في حتت مهمة، بس يعني فاهم المشكلة منين. تمام. تاني برضه علشان لو في حد ما سمعش حاجة، قلنا أول حاجة في هندسة الطرق إن إحنا عندنا نوعين من التصميم، في نوع جيومتريك ديزاين اللي هو التصميم الهندسي، وفي الاستراكشرال ديزاين اللي هو التصميم الإنشائي. قلنا في الجيومتريك ديزاين ده هندرس ايه هندسه، هندرس الاكس سكشن اليمنتس اللي هي العناصر المكونه للطريق، والسايد ديستانس اللي هي المسافات الرؤيه للطريق للسائق ان هو على الطريق، ان كل حاجه بالنسبه له تكون واضحه على الطريق. قلنا هوريزونتال الاينمنت اللي هو التوقيع الافقي للطريق، والفيرتيكال الاينمنت اللي هو التوقيع الراسي للطريق. دي اهم حاجات هندرسها في الجيومتريك ديزاين. بعد كده هنتنقل للاستراكشرال ديزاين، هندرس فيه ايه انواع الرصيف، بعد كده الماتيريال، خواص الماتيريال ديت ايه، بعد كده نظام التحميل على الطريق بيبقى عامل ازاي، بعد كده البيفمنت ديزاين اللي هو تصميم الرصيف ذات نفسه، السمك الطبقات دي هتبقى كام، طب هنحتاج كام طبقة، بعد كده السيرفيسابيلتي اللي هي المخدومية بتاعة الطريق. تمام. طيب اول حاجة عايزين برضو نعرفها ايه هي الروت فانكشن كلاسيفيكيشن اللي هو تصنيف الطرق على حسب الوظيفة. طيب اول حاجه اصلا هي ايه هي وظيفه الطرق، يعني احنا ليه بنعمل الطريق اصلا؟ قال لك هندسه احنا بنعمل الطريق علشان حاجتين اتنين، علشان الموبيليتي اللي هي سهوله الحركه من مكان لمكان او من مدينه لمدينه، والاكسسبيليتي اللي هي الموصليه او التوصيليه داخل المدينه نفسها، ان انا علشان اوصل من مكان لمكان. يبقى هما حاجتين اتنين، الموبيليتي اللي هي الحركه، والاكسسبيليتي اللي هي التوصيليه. بناء على الحاجتين دول هندسه اتقسم الطرق لثلاث حاجات، قسمنا الطرق لثلاث حاجات. اول حاجه طريق ارتيريال، يعني طريق شرياني، ده بيكون فيه هاي ليفل اوف موبيليتي، يعني فيه حركه عاليه. طريق الارتيريال ده هندسه اللي هو بيوصل لي من مدينه لمدينه، يعني اللي هو الطريق السريع، الطريق الحر، بيكون فيه الحركه عاليه، يبقى هاي ليفل اوف موبيليتي. طيب بعد كده طريق كوليكتور، يعني طرق مجمعه زي الطريق الرئيسي في المدينه، ده هندسه بيبقى بالانسد، يعني متوازن ما بين الاثنين، ما بين الموبيليتي وما بين الاكسسبيليتي. ثالث حاجه طرق لوكال، يعني طرق محليه اللي هي بتبقى داخل المدينه، اللي هي الطرق الفرعيه اللي داخل المدينه، بقى فيها هاي ليفل اكسسبيليتي، يعني بقى فيها بتهتم بالتوصيليه اكتر، ان هي توصلك من مكان داخل المدينه. تمام. يبقى هي دي التقسيمه بناء على وظيفه الطريق. ما احنا قلنا وظيفه الطريق اصلا هو ان هو موبيليتي اللي هي الحركه، ان انا اتحرك من مدينه لمدينه، والاكسسبيلتي اللي هي التوصيليه داخل المدينه نفسها. بناء على الحاجتين دول قسمنا الطرق لثلاث حاجات، طريق ارتيريال، طريق شرياني ويكون فيه هاي ليفل اوف موبيليتي، يعني بيكون الحركه فيه عاليه، يعني ما بيقفش كتير، ما فيش عربيات بتقف كتير وهكذا. طيب طريق كوليكتورز اللي هو طرق مجمعه تبقى بالانسد ما بين الاثنين، وطرق لوكال يعني طرق محليه اللي هي الطرق الفرعيه اللي داخل المدينه بتهتم بالتوصيلية أكتر، فعشان كده بتلاقي فيها يعني وقوف كتير، الناس بتقف كتير، العربيات بتقف كتير وهكذا. نخش على أول حاجة بقى بالنسبة للجيومتريك ديزاين، اللي هي الكروس سيكشن إليمنتس، اللي هي مكونات الكروس سيكشن أو مكونات القطاع للطريق. قبل ما ندخل على الكروس سيكشن إليمنتس لازم نكون عارفين إن الطريق إحنا عندنا نوعين من الطرق، طرق إيربان اللي هي طرق الحضرية. تمام. دي بتكون داخل المدينة، يعني الطرق اللي داخل المدينة دي بنقول عليها طريق إيربن، طريق حضري. في طرق رورال دي بتكون خارج المدينة. طيب إيه هي بقى عناصر ومكونات الطريق، يعني الطريق بتاعي ده بيتكون من إيه؟ قال لك هندسة الطريق ده عندنا بيتكون من principal elements اللي هي عناصر مهمة للطريق أو عناصر أساسية. إيه هي العناصر الأساسية؟ أول حاجة هندسة الحارات بتاعة الطريق، حارات الحركة، اللي هي دي الحارات الحركة أصلا اللي هيتنقل عليها، اللي هيمشي عليها العربيات أو اللي هيمشي عليها الفيهيكل اللي هتمشي على الطريق. طيب تاني حاجة الجزيرة، الجزيرة الوسطى، الجزيرة دي اللي هي بتفصل طريقين عن بعض أو بتفصل طريقين، طريق رايح وطريق جاي. تمام. بعد كده الأكتاف، الشولدرز اللي هو على يمين وعلى شمال الطريق. هنا هنعرف في هندسة إيه فائدة كل واحد فيهم، أنا بس بقول المكونات بسرعة. يبقى قلنا البرنسبال إليمنتس اللي هي ترافل لينز اللي هي حارات الحركة، الشولدرز اللي هي الأكتاف، الميديانز اللي هي الجزر،
الوسطى. طيب اول حاجه خلينا في الترافل لينز. الترافل لينز اللي هي الحارات بتاعه الطريق اللي هو هيتحرك عليها العربيات، ودي بيقول لك يتوقف عدد حارات المرور على حجم المرور اللي هيعدي. يعني على حسب حجم المرور هنحدد عدد الحارات، هنستخدم كام حاره، 2 3. ودي حضرتك عرفتها من المرور السنه اللي فاتت، لان انت عرفت ان بناء على حجم المرور ده وبناء على الحجم المتوقع المرور، حجم المرور المتوقع ان هو هيعدي على الطريق ده طوال عمره الافتراضي، حددت منه عدد الحارات. تمام، يبقى قلنا عدد الحارات ده بيتحدد على حسب حجم المرور. طيب عدد الحارات ده هندسه متساوي في الاتجاهين، يعني الاتجاه الرايح والاتجاه الجاي لازم يكون عدد الحارات متساوي، لان عدد الرحلات اللي طالعه من مكان هي نفسها عدد الرحلات اللي هترجع لنفس المكان تاني. طيب اقل عدد الحارات دي هو 2، يعني حاره في كل اتجاه. يعني لو الطريق ده رايح جاي يبقى حاره رايح وحاره جاي. طيب يا هندسه لو الطريق ده رايح بس برضه اقل عدد حارات 2، لانه لو حاره واحده بس لو عربيه عطلت هتلاقي الطريق وقف تماما. يبقى اقل عدد الحارات هو 2، سواء الطريق ده رايح جاي او سواء الطريق ده رايح بس، هو اقل عدد 2. طيب ايه هو عرض الحاره؟ اقل عرض لحاره المرور الواحده 10 قدم. 10 قدم ده الناس اللي هو تقريبا 3 متر، يعني القدم 30 سنتي، القدم تقريبا 30 سنتي، يبقى ال10 قدم ده تقريبا 3 متر. طيب هو ابعاد اصلا العربيه اللي هتمشي على الطريق ده ايه؟ ابعاد العربيه حوالي اكبر عربيه تقريبا 2 متر 44. تمام، احنا بناخد عرض الحاره 3 متر علشان يستوعب العربيه اللي عرضها 2 متر 44 مع خلوص كمان 15 سنتي في كل اتجاه. طيب ايه هو العرض الامثل؟ قال لك العرض الامثل تقريبا 12 قدم، ده امثل عرض بالنسبه لي. بعد كده بنزود الترافل لينس ديت بميل عرضي نص، من نص لاتنين ونص. يعني مثلا يا هندسه هنا دي كده هي الحارات بالنسبه لي، بنزودها بميل على اليمين كده وميل على الشمال كده. ليه هندسه؟ علشان المطر، عشان نحس عشان المطر ما تقفش في نص الطريق، فبنحاول ان احنا نخلي المطره تنزل على الجناب من هنا وما يبقاش فيه مطر عندي في النص. طب ايه الجزيره الوسطى اللي هي الفاصله ما بين الاثنين دولت؟ قال لك هندسه الميديان. ميديانز دي هي فاصل بين اتجاهي حركه، يعني هي اللي فاصله ما بين الاتجاه رايح واتجاه جاي، او فاصله ما بين طريقين رايح برضو بس طريق سريع وطريق خدمي. بس غالبا بنستخدمها فين؟ بنستخدمها ما بين اتجاه حركتين متضادين، يعني طريق رايح وطريق جاي. طيب ايه هي اهميه الميديان؟ ايه هي اهميتها؟ دي برضو عليها سؤال في الشيت، عليها سؤال هنا في الشيت، بيقول لك رايت شورت نوت اباوت ذا فولوينج اللي هو امبورتنس اوف ميديان فور هاي واي. ايه هي اهميه الميديان في الطريق؟ يعني دي حاجات نظري لازم حضرتك تكون عارفها، هيجي لك ديت معظم النظري اللي في السؤال في الامتحان هيجي لك من هنا. طيب الميديان قال لك اهميه الميديان الهندسه هي تقليل تاثير الضوء المبهر وخصوصا اثناء الليل. يعني مثلا واحنا بالليل في الطرق السريعة ما بيبقاش فيه إنارة على الطريق، فكله بيعتمد على الإنارة بتاعة العربية بتاعته. فلو إحنا الاتنين واحد جاي في عكس اتجاه واحد ومفيش ميديال، يعني مفيش مسافة فاصلة ما بيننا، كل واحد النور بتاعه هيخبط في وش التاني، مش هيشوف الطريق أصلا، مش هنشوف بعض. فأهمية الميديال اللي هي بتعمل لي مسافة ما بين الطريق الرايح والطريق اللي جاي، فتأثير الضوء بتاع العربية اللي جاية ما تأثرش على السائق اللي هو جاي في الطريق اللي هو قصاده. تاني حاجة القضاء على نقاط التصادم العكسية، يعني مثلا ما نخليش الطريقين رايح واللي جاي قريبين من بعض، فده ممكن يروح في الحارة التانية، فهيبقى في احتمال حدوث حوادث أكتر. تالت حاجة بنستخدمها كاحتياط استراتيجي لتوسعة الطريق مستقبلا، يعني مثلا احنا قدام المرور يعني نحتاج ان احنا نوسع الطريق، فبناخد منين؟ بناخد من الميديانز اللي هي الجزيرة اللي في النص دي، بناخد منها حارة مثلا نوسع بيها الطريق أو أي حاجة. تمام، طيب قال لك هندسة إن لازم يكون العرض بتاعها ثابت طول الطريق، يعني ما ينفعش أجي أنا مثلا إني 10، يعني مثلا 10 قدم هنا أروح شوية كده أخليها 6 قدم مثلا أو 5، لا هي لازم العرض بتاعها ثابت طول الطريق. طيب عرضها قد إيه هندسة؟ قال لك عرضها 6 قدم. 6 قدم ده يعني تقريبا متر 80، ده أقل عرض بالنسبة لي. تمام، طيب الميديان دي لها 3 اشكال، ممكن تكون ريزد يعني مرتفعه عن الطريق،
زي اللي في الصورة هنا دي، هي كده مرتفعة عن الطريق تمام، يا إما تكون ديفريزد يعني منخفضة عن مستوى الطريق، يا إما تكون فلاش يعني في مستوى الطريق، يا إما تكون ريزد اللي هي مرتفعة عن الطريق، يا إما ديفريزد منخفضة عن الطريق، يا إما فلاش اللي هي في مستوى الطريق. تالت حاجة أساسية معايا هي الشولدر، الأكتاف تمام، ودي برضو عليها سؤالين في الشيت يعني، واحنا بنقول النظري كده بنقول الموجود في الشيت فين تمام. اقول لك برضو اذكر اهميه الشولدرز، يعني ايه اهميه الشولدرز بالنسبه لي. اول حاجه ايه هي الشولدرز؟ قلنا الشولدرز دي هي عباره عن مساحات اضافيه بتزود على جانبي حارات المرور، يعني دي مساحات اضافيه بنزودها على حارات المرور. طب بنزودها ليه هندسه؟ قال لك توفير مساحات على جانبي حارات المرور للمركبات المتعطله، يعني احنا بنحط الشولدرز ديت على الجناب علشان لو في عربيه عطلت مننا بتركن في الشولدرز ده، ما تاثرليش على حركه المرور نفسها. يعني مثلا لو عربيه عطلت ما تقفش في حاره، ما تاخدليش حاره، يعني مثلا لو الطريق حارتين وعربيه عطلت فبالنسبه لي كده وقفت في حاره قفلت لي كده في نص الطريق تقريبا تمام. طيب تاني حاجه تمكين السائقين من تجنب اخطاء الاخرين من الانحراف يمينا، يعني مثلا لو انا ماشي في الطريق وواحد كسر عليا، لو انا جنب شولدرز فانا همشي فيه واتفادى ان انا مثلا اخبط فيه تمام. طيب تالت حاجه تحسين السعه المروريه، قالك تحسين السعه المروريه زي ما قلنا ان انا لو العربيه دي عطلت وخدت خانه من الطريق، يعني مثلا لو الطريق حارتين وهي خدت حاره واحده فبالتالي السعه المروريه قلت للنص، انما لو في شولدر هيركن في الشولدر وبالتالي برضو الحارتين زي ما هم. تحسين القوة الإنشائية للطريق اللي هو بالنسبة لي إن أنا زودت زي حارة كمان تمام، فبالتالي أصلا يعني الشولدر ده هندسة المادة بتاعته ما تبقاش نفس مادة الرصيف، يعني مثلا الرصيف مثلا إحنا ممهدينه كويس حاطين له السيرفس بتاعه ناعم، الشولدرز أصلا مش مصمم إن هو يشيل عربيات، أو إن هو مثلا يبقى حارة تالتة معايا أو حارة زيادة معايا، لا ده بس بنستخدمه في حالة إن في عربية عطلت تركن عليه مش أكتر تمام. طيب إحنا لما نزوده في الطريق هيحسن له القوة الإنشائية إزاي؟ هيحسن له القوة الإنشائية إن أنا بالنسبة لي حوطت الحارات الرئيسية زي كده بحارة زيادة كمان بس مش مستخدمها، يعني حوطت الحارة بالنعمة صح. يعني مثلا لو تفتكروا في السويل كان الطريق كان بالنسبة لي الحمل بيمشي إزاي؟ كان الحمل بيمشي بزاوية 45 كده، فأنا بالنسبة لي في حتة هنا مش مستخدمها. ايه هي بقى ابعاد الشولدرز؟ قلنا الحد الادنى للكتف الواحد 4 قدم، يعني 4 قدم ده تقريبا كام؟ يعني 1.20 متر تمام، بينما المفضل من 6 من 6 ل 8 قدم. يعني هندسه العرض الواحد 4 قدم، هي اصلا احنا قلنا عرض العربيه كام؟ قلنا 2 متر 44، فبالتالي 1.20 متر ده يعني نص العربيه في الشولدر والنص التاني في الطريق، عشان كده بقول لك ان المفضل من 6 ل 8 قدم، 8 قدم يعني تقريبا 2 متر 40، يعني تقريبا واخد العربيه كلها مش واخد اي حاجه من الطريق تمام. طيب بنزود الميل العرضي بتاعه 3% للاكتاف المرصوفه، يعني لو انا راصف الكتف لو انا راصفه ده هناخد فيه الميل 3%. طيب لو هو مش مرصوف، يعني هندسه قلنا ده مش لازم يكون مرصوف بالنسبه لي، ممكن يبقى مرصوف ممكن يبقى مزروع، لو هو مرصوف بالنسبه لي يبقى الميل بتاعه 3%. طيب لو هو مزروع يبقى الميل بتاعه كام؟ هناخده 5% تمام. طيب بعد كده من العناصر اللي هي المكونه للطريق، قلنا دي اهم حاجه اللي هي البرنسبل اليمنتس اللي هي العناصر الاساسيه، قلنا الترافل لينز وقلنا الشولدرز وقلنا الميديا. طيب ايه هي العناصر الثانويه او عناصر ممكن الطريق يعني ممكن الطريق يكون تكون موجوده في الطريق وممكن ما تكونش موجوده؟ الحواجز على حافة الطريق رود سايد باريرز، لا الحواجز على حافة الطريق تمام، ان الطريق بقى عليه على يمينه وعلى شماله في حواجز، البردولات اللي هي بالنسبه لي بتحدد الترافل واي، يعني بتحدد لي الطريق فين، بتفصلني ما بين الرصيف وما بين الطريق، قنوات الصرف اللي هي هتجمع للمطر، السايد ووكس المشايات اللي هي الرصيف. طيب الميول الجانبيه السايد
اللي هي الميل اللي هو على آخر الطريق ده، اللي هو بيبقى ميل كده، الميول الجانبية. طيب إيه أهم حاجة هندسة أنا لازم أكون عارفها في المكونات بتاع الطريق ده؟ وعشان كده أنا ذكرت لك وقلت لك إن أنا عندي نوعين من الطرق، في طريق حضري وطريق رورا. طيب الطريق الحضري ده بيتكون من إيه يا هندسة؟ بيتكون نفس المكونات الأساسية ديت، تمام؟ بس الطريق الحضري ما بيتكونش من كتف، يعني ما بيبقاش فيه كتف، بيبقى فيه سايد ووك، بيبقى فيه رصيف، لأن ده بيكون داخل المدينة، اللي هي السايد ووكس اللي هي الأرصفة، يعني ده بيكون داخل المدينة، فأنا بحتاج الرصيف علشان الناس تمشي عليه. طيب يعني لو جالي مثلا في الامتحان إن في إن أنا عايز طريق، إن هو بيقول لك ارسم لي طريق أوربان اللي هو طريق حضري، لازم ترسم لي كده، يا إما على حسب بقى ما هو يحدد لك، يقول لك ده تو واي يعني طريق ديفايدد يعني منقسم، طريق رايح طريق جاي، ولا ان ديفايدد يعني مش متقسم. فبالنسبه لي انا لازم اشوف ان فيه رصيف، يعني بدل الكتف ده لازم يبقى فيه هنا رصيف وفيه هنا رصيف، طالما الطريق ده حضري، تمام. طيب لو طريق رورال يعني طريق خارج المدينه، لازم يبقى فيه شولدر. ليه لازم يبقى فيه شولدر؟ لازم يبقى فيه شولدر عشان لو في عربيه عطلت تركن فيه، ما تاخديش خانه من الطريق. يبقى الناس لو جه قال لي ارسم لي طريق قطاع مثلا لطريق اوربن، يبقى لازم ان انا اشوف، بالنسبه لي في الاوربن لازم اشوف الارصفه. طب لو طريق رورال يبقى لازم يبقى فيه شولدرز اللي هي الاكتاف اللي هنا علشان العربيات لو عطلت. طيب هو ايه ده هندسه ميل الردم وايه ميل الحفر؟ ميل الردم ده بيبقى موجود لو منسوب الطريق اعلى من منسوب الارض الطبيعيه، يعني لو منسوب الطريق اعلى من منسوب الارض الطبيعيه فاكيد هردم، فطالما هردم فهيظهر معايا ميل الردم اللي هنا ده. طيب ميل الحفرة هيظهر امتى؟ هيظهر لو منسوب الطريق اقل من منسوب الارض الطبيعية. هو مفيش طريق هندسة هيبقى موجود فيه ميل حفر وميل ردم، مفيش حاجة كده، هو يا اما ميل ردم يا اما ميل، يا اما ميل حفر. نيجي بقى للشيت، هو شيت هندسه انا نزلته لكم امبارح، يعني انا منزل لكم الشيت من امبارح، واحنا برضه هنحاول ان احنا نلم كل الاسئله اللي في الشيت ان شاء الله، يعني انا هحاول معاكم النهارده ان انا الم معظم الاسئله اللي في الشيت. طيب اول سؤال كان في الشيت بيقول لك وات ار ذا ميجور كاتيجوريز، يعني ايه هي العوامل المؤثره على الجيومتريك ديزاين، يعني ايه هي العوامل اللي بتاثر معايا في التصميم الهندسي بتاعي. اول حاجه السرعه التصميميه، السرعه التصميميه للطريق ده، كل ما السرعه تزيد كل ما هحتاج مثلا سايد ديستانس اكبر، مسافه رؤيه اكبر. كل ده هنشوفه معانا دلوقتي في السكشن النهارده. يبقى اول حاجه السرعه التصميميه. تاني حاجه الخصائص الهندسيه لوحدات السير، الخصائص الهندسيه يعني مثلا ايه العربيه ابعادها كام، زي ما احنا شفنا ان ابعاد العربيه 2 متر 44، فبالتالي انا خدت الحاره بالنسبه لي 3 متر. طيب لو انا بعمل نفق فلازم اعرف العربيات اللي هتعدي من النفق ديت ابعادها كام، الارتفاع بتاعها كام، بالنسبه لي هيحدد لي ارتفاع النفق. حرارات المرور، عدد حرارات المرور هيبقى كام، عدد حرارات المرور ده احنا قلنا بنجيبه منين، بنجيبه من النقل، يعني بنشوف المرور بالنسبه لي او حجم النقل بتاعها هيبقى كام، وبالنسبه لي بحدد عدد الحرارات هيبقى قد ايه. طيب تالت حاجه نص قطر الدوران لوحدات السير، نص قطر الدوران ده هندسه لو انا عندي كيرف او منحنى افقي هيعدي عليه، بالنسبه للملاكي بيحتاج مثلا نص قطر، الكيرف ده بيحتاج له نص قطر 6 متر، بحيث ان الملاكي يلف مرتاح ما يجيش وهو بيلف كده يبقى هيقع مثلا على جنبه كده. الاتوبيس مثلا بيحتاج من 10 ل 12 متر، الشاحنات بتحتاج مثلا 15 متر، يعني ده نص قطر الدوران اللي بيحتاجه العربيه علشان تلف وهي مستريحه. رابع حاجة العوامل الاقتصادية، يعني أنا بقى هكلف على الطريق ده ولا مش هكلف عليه، فبناء عليها هختار المكونات بتاعة الطريق. في حد عنده أسئلة يا باشمهندسين؟ باشمهندسين حد عنده أسئلة؟ لا تمام.
طب انا بشرح بسرعة. طيب لا كويس يا باشمهندس. ده كده كان بالنسبة لنا أول سؤال، أول سؤال في الشيء. طيب بعد كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك اكسبلين ذا هاي واي فانكشنال كلاسيفيكيشن، يعني وضح لي كده التصنيف على حسب الوظيفة اللي إحنا شرحناه فوق. يعني إيه هي تصنيف الطرق على حسب الوظيفة؟ قلنا إن إحنا عندنا نوعين من الطرق، طريق إيربن وطريق رورال، يعني طريق حضري وطريق خلوي. الطريق الاوربن ده بيحتوي على 3 حاجات، اللي هو الطريق اللوكال اللي هي الطرق المحليه، احنا قلنا اوربن ده اللي هو داخل المدينه، فبيحتوي على طرق محليه، طرق لوكال، وعندنا طرق تجميعيه اللي هي الكوليكتور، وعندنا الارتيريال اللي هي الطرق الشريانيه. تمام. طيب الرورال رود تحتوي كتير، بتكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن الطرق السريعه اللي هي الطرق الحره، والطرق بتاع المناطق الصناعيه اللي هي ما بيكونش فيها توقفات كتير. تمام. نيجي بقى على برضو أسئلة مهمة. يقول لك إيه؟ يقول لك درو أريزنابل ويز أرتو أريزنابل سكيل، يعني ارسم بسكيل مناسب فور سيكشن فور فور لينز ديفايدد هاي واي، يعني 4 حارات بطريق منفصل. طريق منفصل يعني أربع حارات، يعني حارتين رايح وحارتين جاي. تمام. شونج أول إليمنتس نيدز فور كونستراكشن، يعني مع ان انت توضح كل العناصر المهمه اللي انت محتاجها للانشاء، ومديك هنا اللين ويدث اللي هو عرض الحاره 12 قدم. احنا قلنا هندسه فوق عرض الحاره كام؟ احنا قلنا العرض الحاره 10 قدم، والمثالي بالنسبه لنا هو اللي طيب الميديان اللي هي الجزيره، ميديان دي يعني الجزيره اللي هي بتبقى في النص، اللي احنا قلنا في منها 3 انواع، يا اما ريز يا اما ديبريز يا اما فلاج، اللي هي في مستوى الطريق. طيب هو هنا هندسه ما ذكرليش، قال لي ان هي ريزد ولا ديبريزد، ما قاليش. طيب قال لك ان عرضها كام؟ 22 قدم. قال لك ان عرض الشولدر 6 قدم. طالما يا هندسه قال لي ان الطريق ده فيه شولدر، يبقى الطريق ده ايه؟ يبقى الطريق ده رورال خلوي. تمام. ففي الطرق الخلويه غالبا الميديان بتكون ديبريز، يعني بتكون منخفضه. طيب حضرتك هتعمل ايه بقى؟ يعني ساعة ما يجيلك مثال زي كده ويقول لك ارسم لي الطريق عبارة عن 4 حارات، حارتين رايح وحارتين جاي، ومديك عرض الحارة 12 قدم، ومديك عرض الميديان 22، ومديك عرض الشولدرز مديك اللي هو 6 قدم. حضرتك هتيجي كده، هتيجي هنا كده ترسم سنتر لاين. سنتر لاين بالنسبة لي هنا، هتيجي هنا أول حاجة في النص بتبقى فيه الجزيرة، هاخد نص الجزيرة يمين ونص الجزيرة، يعني نص الجزيرة يمين هنا ونص الجزيرة شمال، وهعملها ديبريزد، فهعملها بميل ايه؟ لتحت كده، ان هي تحت الطريق. طيب بعد كده عرض الشولدر، عرض الكتف بالنسبة لي، قال لك عرض الكتف كام؟ قال لك ان هو 6 قدم. هاجي هنا اخد 6. بعد كده احنا قلنا ان هما 4 حارات، حارتين رايح وحارتين جاي، يبقى بالنسبة لي هنا في كام حارة؟ في حارتين. فاجي هنا ارسم الحارة الأولانية حد هنا كده، بعد كده الحارة التانية حد هنا، وبعد كده الشولدر اللي هو الكتف التاني. تمام يا هندسة. بعد كده بقى الطريق ده انت عايز تشوف اللي انت عايزه، عايز تعمله مثلا ان هو ده طريق حفر، فهعمل بيه الحفر هنا كده على الجناب. تمام. وبعد كده الحتة اللي باقية دي هندسة بالنسبة لي من اول هنا كده لحد هنا، دي اسمها حرم طريق، يعني المنطقة من هنا كده لحد الاخر خالص، دي كلها اسمها حرم الطريق بالنسبة لي. يعني المساحة اللي أنا هاخدها أعمل فيها الطريق، بيبقى في مساحة كده جانبية بعد الطريق ما بيخلص، ومساحة هنا بعد ما الطريق بيخلص، بنسميها حرم طريق. تمام. طيب المسافة بقى من هنا لهنا اللي هي كان فيها الترافل واي، اللي هو الاتنين دولت، دي اسمها الترافل واي أو الترافل روت، اللي هي المساحة دي كده بالظبط الاتنين دول. تمام. طيب لو أنا دخلت معايا الاكتاف دخلت معايا، هيبقى اسمها رود واي. تمام. يبقى اللي فيها الحارات بس اسمها ترافل واي، لو دخلت الشولدرز معايا بقى اسمه الرود واي اللي هو الطريق بالنسبه لي. المهم دلوقتي يا هندسه ان انت اول ما هيجي لك مثال زي ده،
قلنا اول حاجه هنعمله هنرسم السنتر لاين، بعد كده نرسم الميديان بتبقى في النص ده، عندنا حارتين فنرسم الحارتين هنا وحارتين الناحيه الثانيه، بعد كده الشولدرز اللي هو الكتف هيترسم هنا كده، بعد كده الميل بتاع الطريق نفسه، بعد كده هنسيب مساحه كده اللي هي حرم الطريق من هنا وحرم الطريق من هنا. قلنا بالنسبه لنا هندسه ده طريق طالما موجود فيه شولدر يبقى ده طريق رورال، يعني ممكن يجي لك السؤال اصلا يقول لك ارسم لي طريق رورال ووضح لي عليه العناصر، طالما قال لك طريق رورال يبقى لازم ارسمه بالشكل ده اللي هو مثلا حارتين في جزيره في النص، لازم يبقى فيه، لازم بالنسبه لنا اشوف شولدر. تمام. المثال الثاني بيقول لك ايه؟ عجزنا في المثال ده، يعني هو كل اتجاه من الطريق لوكت فين؟ مش سامعك يا هندسه. بقول لحضرتك يعني هو كل اتجاه للطريق، يعني مثلا الاتجاه الرايح لوكت فين والاتجاه الجاي لوكت فين؟ اتجاه الرايح لوكت فين واتجاه الجاي لوكت فين؟ مش لازم يا هندسه. لا لا مش لازم. الاول بعد كده قلت كتف اللي هي في اليمة اللي هي خلاص. لا لا يا هندسه هو كتف ثانية واحدة، أنا يعني مثلا الطريق اللي رايح بيبقى فيه كتف والطريق اللي جاي بيبقى فيه كتف، يعني أول حاجة بنرسمها الجزيرة، أول حاجة بنرسمها الجزيرة ديت، بعد كده بنرسم حارات الطريق، بعد كده بنرسم كتف، وهنا برضه بترسم حارات الطريق وبعد كده كتف. يعني أنا بالنسبة لي محتاج كتف واحد، يعني مثلا الطريق لو رايح فأحتاج مثلا كتف على اليمين بحيث لو عربية عطلت هتركن هنا. تمام؟ ماشي تمام تمام. بعد كده بيقول لك درو اتيبيكال كروس سيكشن فور ان اوربن ستريت، يعني عايز يرسم كروس سيكشن في طريق حضري. قلنا هندسه الفرق ما بين الطريق الحضري والطريق الرورال ايه؟ ان الطريق الرورال بيبقى فيه شولدر اكتاف على اليمين وكتف على الشمال، انما بالنسبه لي في الاوربن هنحتاج رصيف سايد ووك الناس تمشي عليه. يبقى هنا هو بيقول لك ان هو عايز طريق حضري يعني حارتين اتنين، يعني حارة رايح وحارة جاي. طالما قال لك حارتين اتنين بس يبقى هندسة حارة راحة وحارة جاي. بقول لك عايز باركن، يعني عايز حارة الناس تركن فيها. تمام؟ يعني بقول لك ان هو حارتين اتنين وفي حارة للركنة ان الناس تركن فيها. تمام؟ ان بوث سايد، يعني في حارة ركنة في الناحيتين الاتنين، يعني مش شرط يبقى في ركنة في الناحيتين، ممكن يبقى في ركنة في ناحية واحدة. تمام؟ يبقى اول حاجه هنرسمها برضه هنيجي على السنتر لاين اللي في النص هنا هنرسمه. تمام. بعد كده هنبقى في حاره يمين وفي حاره شمال، هي الحاره دي والحاره دي. بعد كده هو قال لك ان فيه ان هو عايز بارك، يعني عايز حاره للركن، هنعمل برضه كمان حاره اسمها باركنج لين وحاره كمان باركنج لين. تمام. بعد كده ده بالنسبه لي اللي هي البردوره اللي هتفصل لي ما بين الطريق وهتفصل لي ما بين الرصيف. بعد كده نرسم الرصيف هنا والرصيف هنا. تمام كده؟ علشان بس الهندسه اللي كان بيسال في الاول هنا، احنا كنا قلنا فعلا ان في هنا شولدر وهنا شولدر. لا هو هنا اول حاجه السنتر لاين، بعد كده بنرسم الجزيره. تمام؟ نص هنا ونص هنا، وبعد كده الحارات بتاعتي، وبعد كده الاكتاف كتف هنا، وبعد كده الميل بتاع الارض. تمام. ونفس الحكايه ميرور بقى الناحيه الثانيه، هيبقى في هنا نص الجزيره وبالنسبه للعرض بتاع اللي هم الحارتين، بعد كده الشولدر، بعد كده الميل بتاع الارض بتاعه. كده بالنسبه لنا احنا خلصنا اللي هو الجزء النظري اللي هي اول حاجه بالنسبه لي الجيومتريك ديزاين اللي هي المكونات بتاعه الطريق. لو في حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فوق ده اوكي، ما عنديش مانع. اي حد عايز نعيد له اي حاجه اوكي. تمام كده باشمهندسين، ما حدش عنده سؤال؟ باشمهندسين حد عنده سؤال؟ باشمهندس، هو الفايل اللي ممكن ننقل منه حضرتك منزله بالاسئله اللي هي كانت موجوده دلوقتي، نفس الاسئله موجوده في الشيت بالاجابه وكده؟ بتقول ايه هندسه؟
الفايل اللي ممكن نذاكر منه او ننقل منه السكشن من جديد يعني بالراحه وكده، هو نفس الفايل اللي حضرتك بتشرح منه دلوقتي وموجود فيه اسئله الشيت بالحل وكده عشان لو في حد محتاج حاجه؟ ايوه هندسه، هو نفس البي دي اف اللي انا بشرح منه ده هو اللي انا منزله لكم، ونفس الاسئله اللي موجوده فيه هي نفس اسئله الشيت اللي معاكم اللي انا مديه لكم اللي انا بعته لكم اللي هو ده، يعني هي نفس الاسئله انا واخدها من هنا. تمام يا باشمهندس، ماشي، شكرا. حد عنده اسئله تاني؟ صحة هندسة، قول يا هندسة. انا مش عايز اضاف للجروب هنا، انا مش عضو فيه، انا ما بعرفش اصلا ان انا اشوف فايلات او احمل فيديوهات او اعمل اي حاجه، انا بضاف كله في سكشن 2. فلما كلمت الاستاذ احمد سالم قال لي خلي المعيد يضيفك. لا هو حضرتك بتروح الاي تي هو اللي بيضيفك، يعني الاي تي هو هيدخلك المجموعه دي. يعني انت ايوه باشمهندس لو سمحت، انا برضو عندي نفس المشكله، ورحت للاي تي هم قالوا لي خلي يعني انا رحت للاي تي الاسبوع اللي فات قالوا لي خلي المعيد يضيفك وبس وكده المشكله اتحلت. يعني الاي تي قال لي اكلم حضرتك عشان تضيفني. طيب ممكن حضرتك تبعتوا لي مثلا رساله او الاسامي بتاعتكم، طيب الدواء مثلا لمندوب الدفعه هو يبعتها لي على الواتس او اي حاجه وانا اضيفكم حضرتك. طيب تمام ماشي. هنيجي بعد كده نتكلم على السايد ديستانس اللي هي مسافات الرؤيه. يبقى احنا قلنا اول حاجه الترتيب بتاع الجيومتريك ديزاين، قلنا اول حاجه اللي هي مكونات الطريق اللي احنا خدناها فوق دي، بعد كده السايد ديستانس اللي هي مسافات الرؤيه بالنسبه لي. ايه هي بالنسبه لي، ايه هي مسافات الرؤيه؟ قلنا هي المسافات اللي لازم تتوفر للسائق بحيث ان الطريق بتاعه يكون واضح وان هو يتجنب الاصطدام بعوائق غير متوقعه. يعني بالنسبه لي المسافه اللي تكون كافيه للسائق ده ان الطريق بالنسبه له يكون واضح، وان لو في اي عائق قدامه يعرف يتجنبه او يعرف يلحق ياخد فرامل بحيث ان هو ما يصطدمش بالعائق ده، او بالنسبه له ان هو يتخطى سياره عربيه قدامه. يعني لو في عربيه قدامه وعايز ان هو يعديها فبالنسبه له يبقى في مسافه كافيه ان هو يعدي الطريق اللي يعدي العربيه دي من غير ما يخبط في العربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل. طيب ايه هي بقى انواع السايد ديستانس، ايه هي انواع مسافات الرؤيه ديت؟ عندنا اهم نوعين بالنسبه لي، الستوبنج سايد ديستانس اللي هي الاس اس دي، ديت الهندسه اللي هي المسافه اللي احنا دلوقتي اللي هي المسافه المطلوبه للسائق ان هي تكون واضحه قدامه بحيث ان هو الستوبنج سايد ديستانس، قلنا ده اقل مسافه من الطريق يمكن للسائق ان يوقف فيها سيارته قبل الاصطدام بهدف ثابت او متحرك ظهر له فجاه. يعني ايه ده اللي احنا قلناه فوق، ان المسافه الكافيه للسائق بتاع العربيه ان هو يشوف الحاجه اللي ظهرت قدامه فجاه ده، تمام، ويلحق ياخد فرامل قبل ما يخبط فيها. تمام، دي اول حاجه الستوبنج سايد ديستانس. طيب الباسنج سايد ديستانس، الباسنج سايد ديستانس دي احنا قلنا المسافه اللي بيحتاجها السائق، تمام، ان هو يعدي السيارات البطيئه اللي قدامه. طيب اول حاجه هندسه الستوبنج سايد ديستانس، ايه هي الستوبنج سايد ديستانس؟ قلنا هي المسافه اللي بيحتاجها السائق ان هو يشوف الهدف اللي قدامه ده، سواء الهدف ده ظهر قدامه فجاه، تمام، ويحتاج نحتاج مسافه كافيه ان هو ما يخبطش في الهدف ده ويلحق ياخد فيه ويلحق ياخد فرامل. طيب الستوبنج سايد ديستانس ده هندسه عباره عن حاجتين، عباره عن مسافتين. اول مسافه بالنسبه لي اللي هي مسافه الاستيعاب واتخاذ القرار، يعني مجرد ان هو شاف الحاجه دي او ظهرت قدامه فجاه بيحتاج مسافه ان هو يستوعب ايه الحاجه ده، او بيحتاج وقت بالنسبه له ان هو يستوعب الحاجه ديت وياخد قرار ان هو هيدوس على الفرامل. حتى لما خد وقت فبالنسبه لنا قطع مسافه. يبقى اول مسافه بالنسبه لنا اللي هي مسافه الاستيعاب واتخاذ القرار. تاني مسافه بالنسبه لنا اللي هي مسافه الفرمله، اللي هو المسافه اللي قطع فيها من اول ما مسك فرامل لحد ما وصل لسرعه صفر. يبقى احنا عندنا الاس اس دي ده عباره عن دي واحد ودي اتنين، قلنا دي واحد ديت اللي هي مسافه الاستيعاب واتخاذ القرار، دي اتنين ديت اللي هي مسافه الفرمله، المسافه اللي هو من اول ما داس فرامل لحد ما وقف. تمام،
طيب دي واحد ده هندسة بتيجي منين؟ دي واحد ده ليها القانون دي واحد هتساوي 1/47 ال V بال D. ال V ده الديزاين سبيد بتاعة الطريق، السرعة التصميمية بتاعة الطريق بالميل بير اور، تمام، بالميل في الساعة. طيب ال T ده زمن الاستيعاب أو زمن رد الفعل، بيكون بناخده كام يا هندسة لو ما اتقلناش؟ بناخده تقريبا 2.5 ثانية. يعني لو في المسألة ما قلناش البرسبشن تايم كام أو الرياكشن تايم كام، هناخده 2.5. هنعوض هنا السرعة بالميل في الثانية ونعوض بالزمن ب2.5 ثانية، هيطلع لنا الدي واحد بالأدب. تمام، خدوا بالكم الوحدات يا باشمهندسين، يعني لازم نعوض بالسرعة بالميل في الثانية، ولازم نعوض بالزمن، لازم نعوض الزمن هنا بالثانية. هيطلع لنا هنا ان الدي واحد دي بكام؟ هيطلع لنا دي بالأدب. طيب الدي اتنين هندسة، قلنا الدي اتنين ديت اللي هي البريكنج ديستنس، اللي هي المسافة اللي بيحتاجها من أول ما ياخد برامج. تمام، دي اتنين هتساوي الفي سكوير على 30 الاف. الاف ده اللي هي ايه؟ اللي هي كوفيشنت اوف فريكشن، اللي هو معامل الاحتكاك. والفي قلنا الديزاين سبيد بناخدها بكام؟ بناخدها بوحدات ايه؟ بميل في الساعه. يطلع لنا دي 2 هتطلع بالقدم. تمام، يبقى القانون على بعضه بقى يا هندسه، اس اس بي هتساوي 1/47 البي في الدي زائد البي سكوير على 30. قلنا معامل الاحتكاك اللي هو الايه؟ الاي على الجي. الاي على الجي ده اللي هو معامل الاحتكاك، زائد او ناقص الجي. ايه بقى زائد او ناقص الجي؟ اللي هو الجي ده اللي هو الميل بتاع الطريق، الطريق ده صاعد ولا هابط؟ اكيد الطريق صاعد غير الطريق هابط. يعني مثلا الطريق لو صاعد والسواق خبط، يعني مسك عليه فرامل، هيحتاج مسافة، هياخد مسافة اقل. يعني الصعود بتاع الطريق هيساعده في ان هو يوقف العربية بسرعة، انما لو الطريق نازل هيحتاج ما هياخد مسافة اكبر. تمام، طب عشان كده ظهر معايا موجب او سالب. يبقى موجب او سالب ديت هندسة، موجب لو الطريق صاعد، وسالب لو الطريق هابط. تمام، طيب ركز بس هنا، ان هنا السبيد لازم تكون بالميل في الثانيه زي ما قلنا، الزمن ده البرسبشن تايم قلنا هناخده بحوالي 2.5 لو لم يذكر ما لم يذكر خلاف ذلك، هناخد 2.5. الاي ديت اللي هي العجله الافتراضيه بالنسبه لنا، اللي بيمشي، يعني المفروض عجله افتراضيه اللي هو بيمشي بيها السائق على الطريق. تمام، بتكون بالفي على الثانيه تربيع. الجي ده اللي هو الجاذبيه، قوه الجاذبيه اللي هي 32.2. طيب الجي قلنا الجي ده اللي هو الميل بتاع الطريق، سواء الميل ده صاعد او هابط. تمام، قلنا لو صاعد هناخده موجب، لو هابط هناخده سالب. طيب الاي على الجي ده قلنا اللي هو معامل الاحتكاك، الفريكشن هيساوي الاي على الجي. طيب يا هندسه لو هو ما اديناش معامل الاحتكاك ده هنعمل ايه؟ قال لك ان هنا العجله، معدل العجله بالنسبه للقشطه بياخدها كام؟ بياخدها تقريبا 11.2. فلو جينا هنا عوضنا عن الاي ب11.2 وعن الجي ب32.2، هنلاقي ان معامل الاحتكاك ده طلع معانا تقريبا 35% تقريبا يعني. تمام، او هنعوض عنها، يعني مثلا بالنسبه لنا لو هو ما جاش قال لنا كوفيشنت فريكشن كام، وناخده 35، هناخده 35% اللي هي تعويضه ال11.2 على ال 32.2. تمام يا باشمهندسين، ده كله هيظهر معانا في المسائل تحت، انا بس بحاول ان انا اوضح لكم كل حاجه قبل ما ندخل للمسائل. يبقى اول حاجه، يعني حاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها قبل ما نروح للمسائل دلوقتي، ان اول حاجه ان السرعه دي بالنسبه لنا لازم تكون ميل في الثانيه، التي الزمن ده لازم يكون بالثانيه. قلنا الاي ديت يا هندسه لو هو ما ادناش اي حاجه عن معامل الاحتكاك، قلنا هناخد الاي ديت ب11.2، الجي 32.2، قلنا الميل ده اللي هو الجي لو هو صاعد هيبقى بالموجب، لو الطريق هابط هيبقى بالسالب. طب لو مفيش ميل اصلا يبقى المعامل ده بصفر ولكنه موجود. هيطلع لنا من بعد ما نعوض عن السرعه بالميل في الثانيه وعن الزمن بالثانيه والكلام ده كله، هيطلع لنا الاس اس دي ديت وحدتها ايه؟ وحدتها الادب. تمام، نبص بقى على شويه امثله. أول مثال بالنسبة لنا بيقول لك calculate the moving side distance، يعني احسب السايد ديستانس for a design speed
بسرعه تصميميه 90 ميل في الساعه. assuming that the coefficient of friction, يعني افرض ان coefficient of friction كام؟ 36 من 100. and total reaction time, يعني reaction time كام؟ 2.5. يعني هو مدينا كل حاجة، مديك أول حاجة إن السرعة 90، مديك إن معامل الاحتكاك 36، مديك إن الزمن رد الفعل كام؟ 2.5. هنعوض مباشرة في القانون، القانون بيقول لنا إن الإس إس دي هتساوي 1.47 في البي في التي زائد الفي سكوير على 30 الإف زائد أو ناقص الجي. طيب إحنا هندسة هنا هو ما ذكرش إن إحنا عندنا جي. هو ما ذكرش عندنا ان احنا عندنا ميل سواء صاعد او هابط، ما ذكرش. طالما ما ذكرش يبقى مفيش ميل، يبقى الميل بالنسبه لي صفر. تمام، يبقى هنعوض على طول في القانون 1.47 الفي، طالما مديها لنا بالميل في الساعه يبقى 90 الزمن اللي هو ال 2.5 اللي هو مديه لنا، زائد 90 تربيع على 30 معامل الاحتكاك اللي هو مديه لنا 36 زائد او ناقص صفر، لان هو ما ذكرش ان في ميل. يطلع معانا الاس اس دي هتساوي كام؟ 1080.75%. لازم نكتب له الوحده بالقدم. تمام، ده بالنسبه لنا اول مثال. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك كالكوليت ذا ستوبنج سايد ديستانس، يعني اذكر يحسب الستوبنج سايد ديستانس للطريق. تمام، بيقول لك هنا هندسه ايه؟ قال لك ان اللي هو هنا سيندنج جريدينت، يعني في ميل صاعد. السيندنج جريدينت يعني ميل صاعد كام؟ 4%. تمام، assuming relevant data، يعني احسب، يعني افرض اي داتا بالنسبه لك، وبالنسبه لك الديزاين سبيد كام؟ 120. يبقى هو هنا هندسه ما ادالكش غير الديزاين سبيد اللي هي ال 120، وادالك ان الميل كام؟ تصاعدي 4%. هل هو ادالك التي؟ ما ادالناش التي. يبقى قلنا التي هنفرضها بكام؟ هنفرضها ب 2.5. طيب هندسه الفريكشن هنفرضه كام؟ قلنا هنفرضه اللي هو ال 11.2 على 32 و2 يطلع لنا تقريبا 35%. تمام، هي ديت الداتا اللي هو بيقول لك افرضها. طيب نيجي بالنسبه لنا القانون بيقول ايه؟ 1.47 اس اس دي بيساوي 1.47% في الفي في التي زائد الفي سكوير على 30 الاف زائد او ناقص الجي. طيب هنا هو قال لك ان الميل تصاعدي، فاحنا هناخده ايه؟ هناخده موجب. يبقى نيجي نعوض في القانون 1.47% في 120 اللي هي السرعه بالنسبه لي، طالما هو مديها لي بميل في الساعه، 2.5 اللي هو الزمن رد الفعل اللي احنا هنفرضه، لو هو ما اداهولوش قلنا هناخده 2.5، زائد ال 120 تربيع على 30 ومعامل الاحتكاك اللي احنا فرضينه 35%، زائد ال 4%، لان هو ده 4%، يعني 4 على 100، وخدناه بالموجب. ليه؟ لان هو ميل تصاعدي. تمام، يطلع معانا ان الاس اس دي هتساوي 1671.8 قدم. لو حتى عنده أي سؤال مش منسين يسأل. تمام، نيجي على مثال 7 في الشيت بالنسبة لنا، هو نفس المثال تقريبا اللي فوق، اللي هو بيقول لك احسب أقل سايد ديستانس ستوبنج سايد ديستانس بالنسبة لي فور تو لين ديفايدد هاي واي انهيليتيريان اون 4% ديسندنج جريد. ديسندنج يعني ميل هابط. تمام، فوق كان بيقول لنا ان هو ايه؟ اللي هو اسندنج جريدي اللي هو ميل صاعد. طيب هنا قال لك 4% دي ديسندنج جريدي يعني ميل هابط. قال لك برضو افرض اي داتا متعلقه بالموضوع، وقال لك ان الديزاين سبيد بالنسبه لي 50 ميل في الساعه. يبقى هو نفس الحكايه اللي احنا عملناها فوق بالظبط، بس هنعوض في بدل الميل، ما هو كان هناك موجب 4%، يعني بدل ما الميل هنا كان موجب 4% هيبقى سالب 4%، لان الميل هنا هابط. ونفس الحكايه قلنا هنفرض الدي ب 2.5، وهنفرض ان الفريكشن بكام؟ 35%. نيجي على مثال 8 في الشريط برضه، بيقول لنا هنا ايه؟ بيقول لنا هنا ان البريكنج ديستانس وفي 152 قدم، يعني مسافة الفرملة 152 is assumed for a design speed of 45 ميل في الساعة. يعني بقول لك إن المسافة الفرملة اللي هي 152 ديت كانت لسرعة
45 ميل في الساعة. بقول لك شو ذات ستوبنج سايد ديستانس 97. باشمهندس لو سمحت ممكن حضرتك بس تزوم يعني تكبر الصورة. تمام كده؟ ماشي تمام ماشي شكرا. قال لك بريكنج ديستانس اوف 152 قدم، يعني مسافه الفرمله اللي هي 152 قدم اذا سيومد فور ا ديزاين سبيد اوف 45 ميل في الثانيه. يعني المسافه 152 دي كانت مسافه الفرمله لسرعه 45 ميل في الساعه. ميل في الساعه شو ذات ستومنج سايد ديستانس اوف 97 متر تمام از ابروبريت يعني مكفيه فور ذا ديزاين سبيد، يعني للسرعه التصميميه بالنسبه لي. يعني هو بيقول لك بالنسبه لي دلوقتي انا عندي مسافه بريكنج ديستانس اللي هي مسافه الفرمله اللي هي 152 ديت كانت لسرعه 45. فبيقول لك هل بالنسبه لي ال 97 ديت كافيه للسرعه دي ولا لا؟ واحده واحده هندسه. يعني احنا عندنا القانون كان عباره عن شقين اتنين، اول حاجه اللي هو الزمن اللي هو المسافه دي واحد ديت اللي هي كانت المسافه اللي هو محتاجها علشان يتوقع او زمن او الرياكشن عشان ياخد رياكشن بالنسبه له، والمسافه الثانيه كانت مسافه الفرمله. طب هو دلوقتي اداني مسافه الفرمله على طول اللي هي 152، يبقى انا فاضل لي ايه؟ يبقى انا فاضل لي المسافه الاولانيه اللي هي دي واحد. تمام، القانون كان بالنسبه لي اللي هو كان 1.47% في الفي في الدي زائد الفي سكويرد على ال 30 في الاف زائد الجي. طب دلوقتي هو ما ذكرليش ان في جي، خلاص مش مشكله. طيب هندسه المساله دي هنحلها ازاي؟ عندنا طريقتين حل. يا اما اول حاجه نجيب، نفترض ان هو اداني ستوبنج سايد ديستانس، هو مديها لي هي 97 متر، خد بالك ان دي متر فلازم احولها للقدم. يبقى هو مديني الزمن مديني المسافه 97 متر، اجيب منها السرعه اللي هتكفي المسافه دي واقارنها بالسرعه اللي فوق. يا اما اجيب الستوبنج سايد ديستانس كامله للسرعه دي واقارنها بال 97. واحده واحده هندسه. اول حاجه هو مدينا ايه؟ مدينا دي 2 على طول 152 قدم اللي هي مسافه الفرمله. طب في اللي هي السرعه التصميميه مدينا 45 ميل في الساعه. تمام؟ طيب هنا بيقول لك ايه؟ افرض يعني هل 97 متر دي تمام مكفيه ان هي تبقى ستوبنج سايد ديستانس للسرعه دي ولا لا؟ طيب اول حاجه لازم نعملها ان احنا نحول ال 97 ديت لقدم. احنا قلنا ان القدم فيه كام؟ فيه 30.48% سم، يعني 0.3048 متر. تمام، يبقى هنقسم ال 97 ديت على 0.3048 هيطلع لنا ان الاس اس دي ديت كام؟ 318.24% قدم. يعني 97 متر دولت هيطلعوا 318.24%. طيب هنعمل ايه هندسه؟ احنا هنحسب الفي ونقارنها بال 45 اللي فوق. يبقى هنقول ان 318 دولت هتساوي 1.47% في الفي في التي اللي هو الزمن الرياكشن تايم اللي احنا قلنا هنفرضه ب 2.5 زائد الفي 2 اللي هي الفي سكويرد على 30 في ال 11.2 على 32.2 زائد الصفر. احنا ممكن نشيل الكلام ده كله ونحط مكانه كام؟ 152، لان هو قايل ان الفرمله كلها الفرمله كام؟ 152 متر. تمام، هنعوض من هنا هندسه، هنطلع الفي هتطلع كام؟ هتطلع 45.23%. طيب ال 45.23% طلعت اكبر من الفي المنفذه فعلا، يعني الفي المنفذه اللي انا عاملها دي اقل منها، الفي كانت كام؟ كانت 45. يبقى فعلا ال 97 متر ديت هتكفي ان هي تكون الستوبنج سايد ديستانس بالنسبه للسرعه دي. تمام، طيب انا كنت ممكن احلها بطريقه ثانيه. احلها بطريقه ثانيه ازاي؟ ان انا هحسب ستوبنج سايد ديستانس للمسافه للسرعه دي. بمعنى هقول ان الستوبنج سايد ديستانس ده بالنسبه لي بيساوي كام؟ يعني مثلا تعالى في القانون فوق هنا اهو، القانون كان بيساوي 1.47% في الفي في التي زائد الفي سكويرد على 30 في الفي زائد جي. هو كان هيستعوض بالخانه دي كلها وقال ان هي كام؟ ان هي 152 متر. تمام، انا بالنسبه لي كنت حاجه اعوض على طول اللي هو 1.47 في الفي اللي هي ال 45 متر ديت. لو عوضت ان الفي ب 45 متر، يعني لو حضرتك حسبتها معايا قلنا 1.47 متر في الفي اللي هي ال 45 في الزمن 2.5
زائد زمن مسافه الفرمله اللي هو مديها لي كلها اللي هي 152 قدم، هيطلع لك ان المسافه للسوبنج سايد ديستانس اللي محتاجها السرعه دي 317.4 تقريبا. يعني بالنسبه للسرعه دي محتاج السوبنج سايد ديستانس كام؟ محتاجه 317. طيب هو بيقول لك ان السوبنج سايد ديستانس المتاحه بالنسبه له كام؟ احنا قلنا بعد التحويل هتبقى 318، يبقى فعلا المسافه دي مكفيه السرعه اللي فوق دي. تمام يا باشمهندسين، حتى عنده سؤال؟ لا تمام مفهوم يعني المثال ده؟ الحمد لله. تاني خطوه كده يا باشمهندس، تاني طريقه يا هندسه. احنا قلنا هو دلوقتي مديني البريكنج ديستانس بكام؟ 152 تمام؟ بالسرعه 45. احنا قلنا هندسه ان السوبنج سايز ديستانس ده عباره عن مسافتين، دي 1 ودي 2، ديت البريكنج ديستانس اللي هي دي 2 تمام؟ فاحنا هنجيب الدي 1 ونكبحها عليها ونقارنها بال 97 متر دي، نشوف ال 97 متر دي هتكفيها ولا مش هتكفيها؟ تمام؟ طيب نحسبها ازاي؟ احنا قلنا ان القانون بالنسبه لنا 1.47 من 100 اللي هو الدي 1 كان 1.47 من 100 في الفي في الدي تمام؟ انا عوضت 1.47 من 100 في الفي اللي هي ال 45 ديت في الدي اللي احنا فرضناه 2.5، وهنجمع عليها البريكنج ديستانس اللي هي 152. هيطلع معانا ان المسافه اللي محتاجها اللي هي السوبنج سايد ديستانس، المسافه اللي محتاجينها ديت هتطلع 317.4. طب هو بيقول لك ان المسافه اللي بالنسبه له متاحه كام؟ 97 متر اللي هي كام؟ اللي هي 318. فطلعت ان المسافه اكبر من المسافه اللي انا محتاجها اللي هي 317، يبقى فعلا المسافه دي مكفيه ان هي تبقى السوبنج سايد ديستانس. تمام يا هندسه ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. نيجي على المثال ده، بقول لك ايه؟ بقول لك ان تو اوبوزيت في هيكل، يعني في عربيتين متقابلين تمام قدام بعض يعني في اتجاهين مختلفين يعني، وذ سبيد 60 و70 ميل في الساعه، سرعتهم 60 و70 ميل في الساعه، اد جليد 5% يعني على ميل كام؟ 5%. بقول لك الكيريز ذا سيف سايد ديستانس بتوين تو فيهيكل، يعني احسب المسافه الامنه ما بين العربيتين الاثنين. يعني هندسه احنا عندنا عربيتين جايين في اتجاه عكس بعض، سرعه الاولاني 60 وسرعه الثاني 70 وماشيين على طريق الميل بتاعه 5%. فبالنسبه لي طالما الاثنين جايين في اتجاهين مختلفين وماشيين على ميل 5%، يبقى ال 5% دي بالنسبه لواحده هتبقى صاعد وبالنسبه للعربيه الثانيه هتبقى ميل هابط. يعني مثلا العربيتين الاثنين هما ماشيين على ميل 5% تمام، فبالنسبة للعربية اللي جاية هنا هيبقى الميل بالنسبة لها ميل هابط، وبالنسبة للعربية اللي طالعة هيبقى بالنسبة لها الميل ده تصاعدي تمام. طيب فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنحسب الاستوبنج سايد ديستانس للعربية الأولانية ونحسب الاستوبنج سايد ديستانس للعربية التانية ونجمعهم مع بعض، يبقى دي المسافة الأمنة اللي هو ده ساعة ما نشوف ده ياخد فرامل اللي يقفوا الاتنين يتقابلوا في مكان هنا، يبقى بالنسبة لنا المسافتين هتبقى ايه؟ هتبقى الاستوبنج سايد ديستانس 1 زائد الاستوبنج سايد ديستانس 2 تمام. وخد بالك يا هندسه ان الميل ده 5% هيبقى بالنسبه لواحد تصاعدي وبالنسبه لواحد ميل هابط، يعني بالنسبه للي جاي من هنا هيبقى ميل هابط، بالنسبه للي جاي من هنا هيبقى ميل صاعد. طب يا هندسه هو ما قالش مين هنا اللي نازل ومين اللي طالع، فانا أأمن نفسي واخد ان السرعه الكبيره مع الميل الهابط، يعني انا عايز ازود المسافه على قد ما اقدر بحيث ان تكون دي المسافه الامنه بالنسبه لي، فالميل هابط مع سرعه عالية يديني السوبنج سايد ديستانس عالي تمام. طيب عشان كده خدنا السبعين هي اللي نازلة مش الستين. طيب نيجي نعوض بقى، احنا عندنا الاس اس دي واحد هتساوي ايه؟ 1.47 من 100 في الستين في 2.5 زائد الستين تربيع على 30 في 34 من 100 او 35 من 100 زي ما احنا كنا قايلين، زائد 5% ليه؟ لان هي بالنسبه لنا ميل صاعد تمام. يطلع ان الاس اس دي 1 بتساوي كام؟ 528.2 قدم. طيب الاس اس دي 2 1.47 من 100 ال 70 في 2.5 زائد ال 70 تربيع على 30 في 34 ناقص ال 5
5%، وقلنا 5% بيتسالب ليه؟ علشان ده ميل، ميل نازل، تمام؟ هيطلع لنا ان المسافه كام؟ 820.5. يبقى السيف سايد ديستانس هتبقى عباره عن ايه؟ عن دي 1 الاس اس دي 1 زائد الاس اس دي 2، هتطلع 1348.7 قدم. باشمهندس لو سمحت، هو احنا ليه بنجمع المسافتين مع بعض؟ تمام، احنا ليه بنجمع المسافتين مع بعض يا باشمهندس؟ لان ده الاثنين عكس بعض، فانا بالنسبه لي الاثنين ده جاي، ده جاي من ناحيه وده جاي من ناحيه، فاحنا عايز المسافه اللي ما بينهم الاثنين، تمام، ان هم ما يغطوش في بعض. عايز المسافه اللي يقطعها العربيه دي والمسافه اللي تقطعها، يعني العربيه دي هتقطع مسافه قد ايه والعربيه دي هتقطع مسافه قد ايه، بحيث ان هم ما يغطوش في بعض هنا في النص، يقفوا قدام بعض بالظبط. ايوه تمام، يعني تمام. يعني لو كانت العربيه دي بالنسبه لها كان في عائق هنا، فاحنا بنحسب المسافه بالنسبه لها علشان تيجي ما تخبطش في العائق هنا. طب العربيه دي لو كان في عائق قدامها في النص هنا، هتحتاج برضو مسافه ان هي ما تخبطش فيه. طيب يبقى الاثنين بقى بالظبط، احنا مش عايزينهم الاثنين يخبطوا في بعض، يبقى نحسب المسافه بتاعه ده والمسافه بتاعه ده ونجمعهم الاثنين. تمام ماشي، شكرا. تمام، وقلنا خدنا ال 70 ليه؟ قلنا خدنا ال 70 مع الميل اللي نازل علشان يديني اكبر مسافه، لان كل ما الميل كان بالسالب هيديني مسافة أكبر، وكل ما السرعة زادت هتديني مسافة أكبر، فخدنا السرعة الكبيرة مع الميل نازل علشان يديني اس اس دي أكبر، تمام؟ وجمعنا الاتنين مع بعض. طب بعد إذنك يا باشمهندس، قول يا باشمهندس. أنا دلوقتي يعني عرفت مثلا إن أنا عايز مسافة بينهم اللي هي طلعت دي وليكن 400 متر أو 300 متر، ديت أنا يعني بعرفها علشان أعرف بس إنه إن أنا المفروض على قد المسافه ديت ان العربيتين هيقفوا مش هيخبطوا ببعض، ولا انا بستخدمها مثلا ان انا احاول اخلي الحته دي مستقيمه، يعني انا بنفذها ازاي على الطريق او بعمل ايه؟ تمام يا هندسه، ده هتاخد وقتها تعرفه امتى؟ هنعرفه ان شاء الله السكشن الجاي، وهشرحه لك، هقول لك ازاي ده هنحتاجه فين. هنحتاجه مثلا لو انا عندي الطريق مثلا مايل كيرفت، تمام، فمحتاج ان المسافه دي بالنسبه لي تكون واضحه قدامه، تمام، ان المسافه دي تكون واضحه قدامه ان هو شايف الطريق وشايف الحته ديت، فالمسافه ديت تكون واضحة قدامه، يلحق ياخد فرامل عشان ما يغطش دي، يغط يعني مثلا ما يبقاش فيه، ما حطش عائق في النص، تمام، ما حطش اي حاجة في النص. ايه؟ انا اقصد يعني ان انا يعني مش عارف هي ممكن تكون فين اصلا. طيب التطبيقات بتاعتها هندسة هنعرفها قدام شوية، يعني تطبيقاتها هنحتاجها في ايه؟ انا هقول لك دلوقتي هنحتاجها في ايه، تمام؟ ماشي ماشي. طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب تمام. طيب دي نفس المساله اللي فوق بالظبط، اللي هو تو درايفرز هاف رياكشن تايم 2.5، ومدينا هنا الرياكشن تايم 2.5، تمام، 1 از اوبنج 90، يعني حوالي 90 بتمشي ب 90 كيلو متر على الساعه، تمام، سبيد ليميت اند اذر ترافلنج اليجري ات 120 كيلو متر على الساعه. يبقى احنا عندنا هنا عربيتين، هو بيقول لك ان الزمن الرياكشن تايم ب 2.5، بيقول لك ان العربيه الاولانيه بتمشي بسرعه كام؟ 90 كيلو متر على الساعه. خد بالك يا هندسه ان احنا لازم نحول دي لميل على الساعه، احنا شغالين بميل على الساعه، تمام؟ تمام. والعربيه الثانيه ماشيه بسرعه كام؟ ماشيه بسرعه 120 كيلو متر على الساعه. بيقول لك هاو ماتش ديستانس ويل ايش اوف ذا درايفرز كفر وايل، يعني ايه هي العربيه، ايه هي المسافه اللي هيحتاجها العربيتين الاثنين دولت ان هم يقفوا قصاد بعض، ان هم ما يخبطوش في بعض، يعني نفس المثال اللي فوق بالظبط، تمام، نفس المثال بالظبط، هنجمع السرعتين، هنجمع المسافتين الاثنين اللي هي المسافه بتاعه العربيه اللي هي ماشيه بسرعه 90 والمسافه بتاعه العربيه اللي هي ماشيه بسرعه 120، بس خد بالك ان احنا لازم نحول من 90 كيلومتر للميل، تمام. طيب الكيلومتر فيه كام ميل؟ فيه حوالي تقريبا 0.62، يعني 62% ميل، يعني هنقسم على 62%، تمام يا باشمهندس، يعني نفس المسألة اللي فوق بالظبط. باشمهندس هو العربيتين متقابلين
ولا يعني هو مجرد ان ده محتاج يقف وده محتاج يقف؟ فشوف لا يعني ايه الفرق. لا، هي العربيتين متقابلين يا هندسة. يعني تقاطع ده يعني، ولا هم في نفس الطريق وحارتين متقابلين ولا ايه؟ هما في نفس الطريقة هندسة، مثلا متقابلين قصاد بعض، تمام؟ يعني تمام. الاتنين قصاد بعض، الاتنين قصاد بعض بالظبط على نفس الحارة يعني. يعني هل مثلا الحارة التانية مشغولة في أي حاجة في الحارة التانية، مثلا طريق حارتين وحارة مشغولة، هما الاتنين ماشيين على نفس الحارة، فالاتنين قصاد بعض. تمام. البشمهندس اللي كان بيسأل على ايه هي التطبيقات بتاعه السوبنج سايد ديستانس، هي بالنسبه لنا زي المساله اللي جايه ديت، اللي هو مثلا الطريقين الاثنين جايين قصاد بعض اهمت. هنا مثلا بيقول لك ايه، بيقول لك في الصوره المقابله ديت، هاو كود يو كنترول ذا سبيد اون رود بي، ازاي ان انت تتحكم بالسرعه في الرود بي في الطريق اللي هو بي، تمام، تو ساتيسفاي ذا ستوبنج كونديشن اند مينتين ذا ديزاين سبيد رود اي، يعني ازاي ان انت تتحكم في السرعه في الطريق بي بحيث ان احنا نظبط السايد ديستنس، الستوبنج سايد ديستنس بالنسبه لايه، يعني طريق ايه ده هو ده الطريق الرئيسي بالنسبه لي، تمام، هو عايز يظبط السرعه بتاعه بي، تمام، بالنسبه للطريق بتاع ايه. فاحنا هنا بالنسبه لنا احنا عندنا هنا عائق اهو، بيقول لك ان العائق ده بيبعد عن نص الطريق، المفروض ده سنتر لاين الطريق 120 قدم، وهنا بيبعد عن كام؟ عن الطريق اللي انا اسف، ان هو بيبعد عن السنتر لاين بتاع الطريق 150 قدم، وان هنا العائق ده بيبعد عن نص الطريق ده حوالي 80 قدم، والزاويه بتاعت الطريق ده 120 درجه، تمام؟ طيب هو انا بقول لك ازاي ان احنا نتحكم في السرعه اللي هنا ديت علشان نخلي السرعه دي بالنسبه لي ماشيه، يعني السرعه بتاعت الطريق دي ايه؟ هي الاساسيه بالنسبه لي. تمام. طيب اول حاجه هندسه هنحسبها ايه؟ هنحسب الاستوبنج سايد ديستانس بالنسبه للطريق ايه ده. باشمهندس لو سمحت، معلش، هو يقصد بالعائق ده يعني ان العربيه اللي هي ماشيه في اتجاه ايه ده مش شايفه العربيه اللي ماشيه في ايوه الاتجاه تمام ايوه ماشي. كده يعني مثلا العربيه دي جايه من هنا، فبالنسبه لي مش هشوف العربيه اللي جايه هنا، والعربيه اللي جايه من هنا مش شايفه ده. ايوه تمام فاحنا ماشي. عايزين نتحكم في السرعه بتاعه العربيه اللي جايه على الطريق بي ده، تمام، بحيث ان هي تشوف العربيه اللي جايه من الطريق ايه، تمام تمام، ماشي وتلحق تاخد ستوبنج سايد ديستانس، يعني يبقى في مسافه امنه ان هي تشوفها وتلحق تاخد فرامل بحيث ان هي ما تخبطش فيها. تمام ماشي شكرا. تمام. احنا بالنسبه لنا هنا اول حاجه هنحسب الستوبنج سايد ديستانس بالنسبه للعربيه ايه، المسافه اللي هي هتاخدها من هنا لحد ما تيجي للسنتر لاين هنا، يعني المسافه بتاعتها كام من هنا لهنا، بحيث ان هي لو شافت العربيه ديت تمام تلحق تقف هنا، تمام، او هي محتاجه ستوبنج سايد ديستانس قد ايه. تمام. طيب اول حاجه هنحسبها الستوبنج سايد ديستانس بالنسبه لايه، هنحسبها الاس اس دي هتساوي 1.47، تمام، في السرعه بتاعتها اللي هي ال 55 في ال 2.5 زائد 55% تربيع على 30 في ال 34، وهنا ما ذكرليش ان الطريق ده فيه ميل صاعد او ميل هابط، فبالنسبه لي ان الميل هنا بصفر، فتطلع ان المسافه الاستوبنج سايز ديستانس اللي محتاجها العربيه ايه كام، 498.7، تمام، يبقى العربيه ايه ده هي محتاجه مسافه استوبنج سايز ديستانس، تمام، من هنا من السنتر لاين هي محتاجه كام، محتاجه 498. طيب تعال نبص يا هندسه على الرسمه تاني، احنا عندنا هنا ده الاستوبنج سايز ديستانس بالنسبه لايه، تمام، وهنا الزاويه كام، هنا الزاويه هنا 120، وهنا العائق بالنسبة لي بيبعد 80 سنت من هنا، وبيبعد بالنسبة لي من هنا كام؟ 150 سنت، 150 أصل 150 قدم، تمام؟ طيب مش هنا هندسة الزاوية 120؟ طيب إحنا عايزين إيه دلوقتي؟ إحنا عايزين السرعة بتاعت بي، يعني هو هندسة في المثال بيقول لك إزاي إن إحنا نتحكم في السرعة على الطريق بي بحيث إن هو ما يحصلش تصادم، وبالنسبة لي إن السرعة، بالنسبة لي السرعة إيه؟ هي الأساس. فإحنا حسبنا أول حاجة اللي سوبنج سايد ديستانس دي، طيب عايزين نحسب السرعة للطريق بي، احنا لو جبنا الاستوبنج سايد ديستانس للطريق بي هنعرف نحسب منه السرعه. طيب نحسب الاستوبنج سايد ديستانس للطريق بي ازاي؟ احنا قلنا هندسه الاستوبنج سايد ديستانس ده هنقسمه لحاجتين اتنين، طريق حته A وحته B،
يعني احنا الديستمون كسايد ديستنس اللي هي المسافه اللي محتاجاها العربيه بي هنقسمها لمسافتين اتنين، مسافه ايه ومسافه بي. طيب هنجيب الاتنين ازاي؟ اول حاجه المسافه دي بقى هنجيبها ازاي؟ احنا عندنا الزاويه دي 120، طيب الزاويه الزاويه دي كام؟ 60، اللي هي 180 ناقص 120. طيب بالنسبه لي انا هنا الطول ده كام؟ اللي هو 80 الناحيه الثانيه ده، يعني هو ده لو خدت كده خط قائم كده يبقى الطول ده بالنسبه لي كام؟ اللي هو 80 قدم اللي هو قصاده ده. طيب يبقى هنا الساين 60 هتساوي ايه؟ هتساوي المقابل على المجاور، يبقى هتساوي الساين 60 هنا هتساوي 80 على الطول بي اللي انا عايزه. يبقى انا كده جبت البي هتطلع ب 92 38. يبقى انا كده جبت الحته دي اللي هي من هنا، اللي هي من هنا كده لهنا، اللي هي الحته دي بالظبط كده. تمام، فاضل لي ايه يا هندسه؟ فاضل لي الحته دي. طب الحته دي هجيبها ازاي؟ قال لك هنجيبها من تشابه المثلثات. تشابه المثلثات اللي هو ايه؟ اللي هو من بين المثلث ده، المثلث ده كده والمثلث الكبير. تمام، ده يا هندسه سنتر لاين ده بيوازي الخط ده. تمام، فهنتشابه مثلثات اللي هو ال 150 دولت على الاستوبنج سايد ديستنس بتاعت ايه؟ تمام، هيساوي ال A اللي هي المسافه اللي انا عايزها ديت على ال A زائد ال B. تمام، يبقى من هنا ال 150 على الاستوبنج سايد ديستنس اللي انا كنت مطلعها اللي هي 489.7 هتساوي ال A على A زائد ال B اللي انا طلعتها اللي هي ال 92.38. يطلع لي من هنا ان ال A هتساوي كام؟ بعد ما نضرب طرفين في وسطين هيطلع لي ان ال A هتساوي 39.73. يبقى بالنسبه لي الاستوبنج سايد ديستنس اللي محتاجاها العربيه بيه من اول ما تشوف العربيه ايه، تمام، هي المسافه دي اللي هي 132.11. تمام، يبقى انا كده هندسه عندي الاستوبنج سايد ديستنس بتاعت بي اقدر منها احسب السرعه التصميميه، اللي هو القانون بتاعي كان بيقول ان الاس اس دي هتساوي 1.47 في الفي في الدي زائد الفي سكوير على 30 في الفريكشن زائد الجريد. انا دلوقتي ما عنديش جريد، فبالنسبه لي هعوض في القانون على طول، اللي هو 132 هتساوي 1.47 في الفي في ال 2.5 زائد الفي سكوير على 30 في 34. نحسب من هنا هندسه كام؟ نحسب من هنا السرعه. باشمهندس قول يا هندسه بعد اذن تاني بس عشان هتهت في حكايه ال يعني تاني تاني بس الزوال تاني تاني من الاول خالص، يعني الاول خالص تاني. تمام، بس الناس هو هنا بيقول لك في الشكل المقابل ده احسب لي السرعه التصميميه بتاعه بي، يعني السرعه اللي انا هصمم عليها الطريق بي ده، تمام، بحيث ان الاثنين دول ما يخبطوش في بعض هنا. تمام، وبالمرجع بالنسبه لي السرعه بتاعه ايه، يعني السرعه بتاعه ايه ده هو الطريق الاساسي هو اللي هيمشي. تمام، فهظبط بالنسبه له السرعه يعني على الطريق ايه ده ال 35 ميل في الساعه ده هو سرعه التصميم بتاعه الطريق ال 35 دي. ال 35 دي هندسه ولا اي حاجه سيبك منها خالص، يعني هو عايز يحدد اللي هي على الطريق ايه؟ اللي على الطريق ده الطريق الاساسي اللي ماشي بالنسبه لي دلوقتي. تمام، هو عايز يظبط بالنسبه له السرعه على الطريق بي. تمام، عايز يشوف السرعه بتاعه الطريق بي ديت يحسبها بكام بحيث ان الاثنين دولت ما يخبطوش في بعض، ان في هنا بالنسبه لي عائق اهوت، في عائق بالنسبه لي بيبعد عن الطريق من هنا 150، عن الطريق ده 150 متر 150 قدم، وبيبعد عن الطريق ده 80 قدم. تمام، فهو عايز يقيس السرعه على الطريق بي ديت تبقى كام، بحيث ان هو اول ما يشوف العربيه اللي ماشيه بالسرعه ال 55 ديت ما يخبطش فيها هنا. تمام يا هندسه. تمام، طيب قلنا اول حاجه هنحسبها ايه؟ قلنا اول حاجه هنحسبها الاستوبنج سايد ديستنس اللي محتاجاها السرعه بتاعت العربيه اللي ماشيه بسرعه 55، هي محتاجه استوبنج سايد ديستنس قد ايه علشان اظبط الثانيه عليها. تمام، قلنا اول حاجه هنعوض في القانون، طلعنا ان الاستوبنج سايد ديستنس بتاعت ايه محتاجه 498.7. تمام، يبقى المسافه اللي محتاجاها ايه 400 كام؟ 98.7. طيب المسافه بقى بتاعت بي الاستوبنج سايد ديستنس انا عايز احسب السرعه بتاعت بي. طيب انا عشان احسب السرعه يبقى محتاج الاستوبنج سايد ديستنس بتاعتها. طب اجيب الاستوبنج سايد ديستنس منين؟ هشتغل شغل بقى احسب مثلثات اللي هو ايه، هنروح نقسم الاستوبنج سايد ديستنس ديت لحاجتين. هقسمها لمسافتين يعني الناس
اللي هو هنا مثلا البعد ده كام؟ هنا ده 150 بيبعد عن السنتر لاين، وهنا بيبعد كام؟ 80 عن السنتر لاين. فانا لو نزلت من هنا من النقطة دي قائم كده، يبقى الطول ده كام؟ الطول ده كده كام يا هندسة؟ ده الطول ده بالنسبة لي 83 اللي هو ده، تمام؟ لأن ده فاضي زي زي التاني ده. طيب الزاوية دي كام؟ الزاوية دي يا هندسة هو مديها لي 120، يبقى الزاوية المقابلة للزاوية التانية دي كام؟ 60. 180 ناقص 120. طيب الساين 60 يا هندسة، احنا عايزين الطول ده، احنا عايزين الطول اللي على المايل، مش عايزين الطول الرأس، ما احنا معانا الطول الرأس، عايزين الطول اللي على المايل. يبقى الساين 60 هتساوي ايه؟ المقابل على المقابل على الوتر، تمام. يبقى 80 على بي اللي هو الطول بي اللي انا عايزه. احسب من هنا البي. طيب انا فاضل لي كده ايه؟ الاي علشان احسب السوبرمونكسايد ديستانس دي، تمام. هجيبها منين؟ هجيبها من تشابه المثلثات. انا عندي ان الطول ده كام؟ الطول ده 150 قدم، والطول اللي تحت ده كام؟ اللي هو الاس اس دي ايه اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 498، تمام. يبقى هنشبه المثلثين اللي هو المثلث الصغير اللي فوق ده بالمثلث الكبير كله ده، تمام. يبقى 150 على الاس اس دي بتاعت الاي هتساوي الاي على الاس اس دي اللي هي كلها اللي هي البي زائد الاي، تمام. هنحسب من هنا الايه؟ هنحسب من هنا ايه؟ طيب يبقى الاس اس دي بتاعت بي هي ايه زائد زائد البي. كده بقى عندنا بقى كده بقى عندنا الاستوبنج سايد ديستانس على الطريق بي، نحسب منها السرعه اللي المفروض العربيه بتاعت بي ده هي تكون ماشيه بيها، بحيث ان هي يبقى في مسافه رؤيه بالنسبه لها ان هي تشوف العربيه ايه والاثنين ما يغوتوش في بعض هنا. تمام كده. شكرا. بالنسبه لنا احنا كده جبنا الاستوبنج سايد ديستانس اللي على الطريق بي، نحسب منها السرعه، نحسب منها السرعه بتاعت بي. تمام كده يا باشمهندس، حد عنده اي سؤال في المثال ده؟ حد عنده اي سؤال يا باشمهندس؟ لا تمام يا باشمهندس، شكرا. دي كده كانت بالنسبه لنا الاستوبنج سايد ديستانس. نيجي بعد كده للباسنج سايد ديستانس اللي هي المسافه الكافيه على الطريق ان يمكن السائق ان هو يتجاوز العربيه اللي قدامه، تمام. وبالنسبه له يكون في مساحه مسافه رؤيه يشوف يعني المسافه اللي هو بيحتاجها علشان يعدي العربيه اللي قدامه وما يخبطش في العربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل. يعني لو الطريق ده رايح جاي، فايه هي المسافه اللي بيحتاجها ان السائق ده يعدي العربيه اللي قدامه وما يخبطش في اي عربيه جايه في الاتجاه المقابل؟ اللي هي الباسنج سايد ديستانس دي بنقسمها لاربع حاجات. دي واحد دي هندسه هي المسافه اللي المسافه اللي هو بيتاخد علشان السائق ده مجرد ان هو يقرر ان هو هيعدي العربيه اللي قدامه. يعني مسافه الديستانس ترافلنج ديورنج اللي هو الايه دي واحد ديت قلنا اللي هي المسافه اللي هي اللي بياخدها السائق مجرد ان هو هيفكر ان هو هيعدي للحارة التانية. طيب الدي اتنين ديت هندسة هي المسافة اللي العربية ديت هتاخدها في الحارة التانية، يعني المسافة اللي هي هتاخدها العربية دي الحارة المقابلة ديت هي الدي اتنين. طيب الدي تلاتة دي مسافة خلوص ما بين العربية اللي خلاص عدت اهيت، تمام، والعربية اللي هي جاية في الاتجاه المقابل. طيب الدي اربعة دي المسافة اللي اتحركتها العربية في الاتجاه المقابل. يبقى هندسه دي واحد ديت هي المسافه اللي خلاص اللي هيتاخدها السائق ان هو هيعدي الناحيه الثانيه او هيعدي العربيه اللي قدامه ده. طيب الدي اتنين دي المسافه اللي هيشغلها العربيه دي في الحاره الثانيه. طيب الدي ثلاثه قلنا الدي ثلاثه دي مسافه الخلوص ما بين العربيه اللي عدت والعربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل. طيب الدي اربعه دي المسافه اللي قطعتها العربيه في الاتجاه المقابل، تمام. طيب الدي واحد دي بتساوي ايه؟ دي واحد دي هتساوي 1.47 في التي واحد في الفي ناقص الام زائد الاي في التي واحد على الاثنين. طيب ايه هي التي واحد؟ قلنا التي واحد ده هي الزمن اللي هياخده ان هو هيعدي الناحيه الثانيه، ودي بتاخد بكام؟ بثلاثه من 3 ل 5 ثانيه. يعني احنا بنفرضها من 3 ل 5 ثانيه. في ديت السرعه
بتاعه الباسنج فيهيكل، العربيه اللي هتعدي. تمام، يعني احنا عندنا عربيتين، عربيه بيزد وعربيه بيسنج. الباسنج ديت اللي هي هتعدي العربيه التانيه، يبقى الفي ديت هي العربيه اللي هتعدي، سرعه العربيه اللي هتعدي. تمام، الاي ديت العجله اللي ماشيه بيها العربيه. تمام، واحنا بناخدها من 1.4 ل 1.5. تمام، طيب ايه هي الام؟ الام دي الديفرنس بتوين سبيدز اوف باسنج اند بيزد فيهيكل، يعني الفرق ما بين السرعه بتاعه العربيه اللي هتعدي والسرعه بتاعه العربيه اللي انا هعديها. يعني الفرق ما بين السرعه اللي هتعدي العربيه اللي هتعدي دي والسرعه اللي انا هعديها دي، هي ديت الام. تمام، هي بالنسبه لنا هي تعويض مباشر مش اكتر. يعني مثلا لازم نبقى عارفين ايه هي مكونات القانون. يعني القانون اول حاجه قلنا التي واحد ديت، قلنا ده هناخدها من 3 ل 5 ثانيه. قلنا الفي ديت هي السرعه بتاعه العربيه اللي هتعدي. تمام، الام دي هي الفرق ما بين السرعه بتاع العربيه اللي هتعدي والسرعه اللي انا العربيه اللي انا هعديها. طيب الاي ديت المفروض ان العجله اللي ماشي بها العربيه، نفرضها من 1.4 ل 1.5. تمام، والتي واحد ده اللي احنا قلنا هناخده من كام؟ من 3 ل 5. طيب الدي 2، قلنا الدي 2 دي المسافه اللي هتاخدها العربيه في الحاره الثانيه. تمام، الدي 2 ديت هتساوي 1.47 في الفي في التي 2. الفي ده السبيد، ده اللي قلنا ديت السرعه بتاعه العربيه اللي هتعدي. طيب التي 2، التي 2 ده هناخدها من 9 ل 11 ثانيه، يعني تقريبا 10 ثانيه. تمام، طيب الدي 3، الدي 3 دي اللي احنا قلنا عليها مسافه الخلوص ما بين العربيه اللي عدت والعربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل، ده هناخدها من كام؟ من 110 ل 300 قدم. تمام، يعني دي مسافه محفوظه من 110 ل 300 قدم. طيب الدي 4 ده المسافه اللي العربيه الثانيه قطعتها، يعني العربيه اللي هي في الاتجاه المقابل قطعتها، دي هناخدها كام؟ هناخدها تلتين الدي 2. تمام، يبقى احنا عندنا هنا قانونين بس اللي احنا عايزين نعرفهم، اللي هو الدي 1 ديت المسافه اللي هو هياخدها مجرد ان هو هيكرر ان هو هيعدي الحاره الثانيه او هيعدي العربيه اللي قدامه. الدي 2 ديت المسافه اللي هو خدها في الحاره الثانيه، المسافه الثانيه المسافه دي قد ايه. طيب الدي 3 قلنا دي مسافه الخلوص ما بين العربيه اللي عدت والعربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل، وقلنا ان ديت هناخدها من 110 ل 300 قدم. بعد كده الدي 4 ديت المسافه اللي قطعتها العربيه في الاتجاه المقابل، وده هناخدها تلتين الدي 2. تمام، بعد كده الباسنج سايد ديستانس هتساوي دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3 زائد دي 4. طيب مثالي هندسه على الكلام ده، بقول لك اكوار ترافلنج ات 70 ميل في الساعه، يعني عربيه بتسافر بسرعه 70 ميل في الساعه، از اوفرتيجنج انذر كار موفنج ات 60 ميل في الساعه، يعني عايزه تعدي عربيه ثانيه ماشيه بسرعه كام؟ بسرعه 60 ميل في الساعه. هون اتو لين undivided highway، يعني في طريق حارتين اتنين. طيب يا هندسه لو هنا عندي الطريق بالنسبه لي طريق divided، يعني طريق مقسوم، طريق رايح وطريق جاي، فبالنسبه لي لو طريق رايح وطريق جاي مفيش العربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل ده، هتبقى ده كله رايح، فبالنسبه لي الترم اللي هو الدي 4 ده مش موجود. تمام، يعني لو لو الطريق ده طريق رايح بس وطريق جاي بس، فبالنسبه لي اللي انا هحسبه الدي 1 والدي 2، الدي 3 والدي 4 مش موجودين، ما خلاص دول في الاتجاه الناحيه الثانيه، فديت خاصه بالطريق اللي هو الناحيتين، طريق رايح وطريق جاي، مفيش فاصل ما بينهم، مفيش ميديال في النص، ده طريق رايح وطريق جاي. فبالنسبه لي هيبقى هنا الاربع خانات، اللي هي الاول حاجه ان هو هيكرر يروح الناحيه الثانيه، ثاني دي 2 اللي هي المسافه اللي هياخدها الناحيه الثانيه، دي 3 مسافه الخلوص ما بين العربيه اللي عدت والعربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل، الدي 4 المسافه اللي خدتها العربيه في الاتجاه المقابل. تمام، فعشان كده هو هنا في المساله قال لك ايه؟ قال لك اللي هو undivided، يعني مش مقسومين، يعني طريق رايح تو لين undivided، يعني طريق رايح وطريق جاي. لو كان divided ما كنتش هحتاج لده كله، ما كنتش هحتاج اصلا احسب دي 3 ودي 4، لان مفيش عربيه جايه لي في الاتجاه المقابل، كل العربيات رايحه وكل العربيات جايه. تمام، هو هنا بيقول لك الريليز مينيمم باسنج سايد ديستانس، يعني احسب اقل باسنج سايد ديستانس اللي هي مسافه البي اس دي. تمام، طيب اول حاجه نطلعها الام، قلنا الام ديت اللي هي الفرق ما بين السرعتين، ما بين السرعه العربيه اللي هتعدي والسرعه بتاع العربيه اللي انا هعديها، يبقى 70 ناقص 60 اللي هي كام؟ اللي هي 10. طيب نيجي للقانون الاولاني،
الدي واحد كان بيقول ايه؟ كان بيقول دي واحد بتساوي 1.47% في التي واحد اللي احنا قلنا هناخدها بكام؟ قلنا هناخدها من 4 لخ من 3 ل 5 ثانية، تمام؟ فاحنا خدناها كام؟ خدناها 4. طيب والفي هنا دي السرعة بتاعت العربية اللي هتعدي اللي هي 70، والام احنا حسبناها اللي هي الفرق ما بين الاثنين ب10، تمام؟ زائد الاي قلنا هنفرضها يعني هناخدها من 1.4 ل 1.5، فاحنا خدناها هنا ب1.5، تمام؟ في التي واحد اللي احنا خدناه ب4 ثانية على الاثنين، نعوض بقى 1.47% في الأربعة اللي هي الزمن في 60 ديت اللي هي 70 ناقص ال10 اللي احنا خدناها، يعني 70 اللي هي بتاعة العربية اللي هتعدي ناقص ال10 اللي هي الام اللي هو الفرق ما بين العربيتين زائد الاي ب1.5 في 4 على 2، طلعت معانا المسافة كام؟ دي 1 ب370 44. طيب الدي 2، الدي 2 1.47% في الفي في التي 2. طب الفي دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعة العربية اللي هتعدي. طب التي 2، التي 2 يا هندسة احنا قلنا هناخدها كام؟ قلنا هناخدها من 9 ل 11 ثانية، هناخدها تقريبا كام؟ 10 ثانية، تمام؟ بعد ما نعوض هيطلع لنا اللي هي 147 في 70 في 10 هتطلع 1029. طيب الدي 4، الدي 4 قلنا ان هي تلتين الدي 2، يبقى تلتين ال 1029 686. طيب الدي 3، قلنا دي 3 دي مسافة محفوظة هناخدها من 110 ل 300، خدنا احنا كام؟ 200، تمام؟ يبقى الباسنج سايد ديستانس عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموع الاربع مسافات اللي انا طلعتهم دول اللي هي 370 و44 زائد ال 1029 زائد ال 686 زائد ال 200، تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا باشمهندس. هي اهم حاجه بس ان انت تبقى عارف ايه هي الحاجات اللي انت هتعوض مكانها، يعني القانون هو ده تعويض مباشر، يعني في القانون ده هو تعويض مباشر، بس انت تبقى عارف ايه اللي انت هتعوض مكانه. قلنا اول حاجه التي واحد دي هناخدها من 3 ل 5، الفي ده السرعه بتاعت العربيه اللي هتعدي، تمام؟ الام ده الفرق ما بين السرعه بتاعه العربيتين، الاي ديت العجله اللي بيمشي بيها العربيه، ودي بنفرضها من 1.4 ل 1.6، تمام؟ طيب في الدي 2 1.47 في الفي في التي، الفي دي برضو بتاعه العربيه اللي هتعدي. طب التي 2، التي 2 دي بناخدها من 9 ل 11 ثانيه، يعني تقريبا 10 ثانيه. طب كده مش مهندسين حتى عنده اي مشاكل؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام كده، هو كده استكشاف خلاص يعني. وبالنسبة لو هتاخد غياب يا باشمهندس، هو في عمر نبيل الكهرباء عنده قطع ومش عارف يدخل، يعني ده معاه عذر. يا هندسة ابعت لي اسمه طيب؟